السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده في الفيديو ده هعمل لكم هنعمل سيرم من البشره. طبعا في بنات كتير قوي ما يقدروش يشتروا السيرم، لان هو السيرم اصلا بيبدا من 150 وانت طالعه لحد 650 750 لحد طبعا فوق. في بنات كتير قوي مش مقدرات ان هي تشتري السيرم، والسيرم هو اصلا فوائده جميله جدا للبشره. البنات اللي ما يعرفوش عن ايه سيرم، هو السيرم ده بيتحط بعد التونر، يعني ترتيبه بعد التونر، او بتغسلي بشرتك وبعد كده التونر للبشره وبعد كده السيرم وبعد كده المرطب. طيب احنا ان شاء الله نعمل مواعيدنا. السيرم حلو جدا ورخيص، مكوناته سهله جدا وكلها من عند العطار، يعني مش محتاجه ان انت تدفعي 500 600 جنيه عشان تقدري تشتري سيرم للبشره. اول مكون معانا زيت شجره الشاي او زيت الارغان المتاح عندك، تمام، حلو للبشره، تمام. فانا متاح عندي زيت شجره الشاي، وانا ده بعتمده في كل وصفاتي، وبعتمده كمان ان انا ممكن احط عليه اي زيوت تانية عشان يديني نتيجه حلوه للبشره، وكمان بيفتح لي بشرتي، بيخليها بحس ان هي كمان رطبه. فده بعتمده في كل وصفاتي، وكمان لو ما عنديش المرطب بتاعي خالص بحطه بالليل قبل ما انام. المهم ده اول وصفه، زيت شجره الشاي، تمام. اي وصفه تعمليها لازم تكوني حطاها في عبوه غامقه. ليه عبوه غامقه؟ لان طبعا الحاجات دي بتتاثر باضاءه الشمس او اضاءه الغرفه اللي انت قاعده فيها، فممكن تتاكسد. فانا اي حاجه انا بعملها بحطها في ازازه غامقه، زي ما انت شايفه كده. اي ازازه غامقه عندك، زي ده وتغسليها. اي ازازه بقى من الحاجات اللي هي بتبقى فاضيه عندك، من السيرم بتاعك خلص او الكلام ده، فانت تحتفظي بالحاجات دي، لان الحاجات دي هتحتاجيها بعد كده. حاجه عندنا زيت شجره الشاي. لو ما عندك زيت شجره الشاي او مش متوفر عندك عند العطار، هتجيبي زيت الارغان، وهو زيت حلو جدا ومفيد جدا للبشره، تمام، من زيت شجره الشاي. فانا هضيف عليه زيت جوز الهند او زيت السمسم المتاح عندك، حطيه. بس انا بحب بشرتي اللي هي يعني بشرتي مش بتتحسس منه زيت جوز الهند. وطبعا انت لو ما عندك زيت جوز الهند او زيت السمسم، فانت ممكن تحطي زيت اللوز الحلو، مش المر، الحلو، فهو نتائجه جباره جدا للبشره. فانا هحط دلوقتي معلقه زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو. لو مش متاح عندك زيت اللوز الحلو، فانت ممكن تستخدمي زيت جوز الهند عادي جدا. فانا دلوقتي هضيف معاكم زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو، من ده ومعلقه من ده، معلقه صغيره من ده ومعلقه صغيره من ده. فانا هضيفهم على زيت شجره الشاي. بعد كده هضيفي المنتج اللي هو بتاع فيتامين هي. لو ما عندكيش فيتامين هي او مش متوفر عندك، كان ممكن تحطي فيتامين ايه، تمام. فانا هحط فيتامين هي، ده الكبسوله 1000، تمام. فانت لو ما لقيتيش الكبسوله 1000 اللي هي 500، وحطي كبسولتين. انا هاخد كبسوله اهو زي ما انتوا هتشوفوا كده على الزيوت اللي احنا حاطينها. عايزه اقول لكم ان القطاره دي بتسهل عليا جدا. فانا هحط الكبسوله كلها، هرجهم. ده بقى احسن من اي سيرم، لانه فيه زيوت طبيعيه وانت عاملاه في البيت، وكمان فيه فيتامين هي اللي بيفتح البشره ويمنع البشره من التاكسد، وكمان بيحارب علامات الشيخوخه اللي بتظهر لنا في الجبهه والسمايل والحاجات دي اللي بتبوظ البشره وتحت العين. فده حلو جدا للبشره. وكمان بس انا انصحك ما تستخدموش في الشمس، هتسمر بشرتك مع الزيوت. فانا انصحك تستخدميه يوميا بالليل بعد التونر، يعني هو ترتيبه زي ما قلت لكم بعد التونر، لان عارفين ان زيت شجره الشاي حلو جدا لو انت عندك التهابات في بشرتك، حلو جدا لو انت عندك حبوب، كمان يعتبر مرطب حلو جدا لو انت ما عندكيش مرطب. زي ما قلت لكم لو مش هتحطوه في ازازه غامقه، فانت انصحك تحطيه في الدرج او ثلاجه او اي حاجه، المهم ما تحطوش في الشمس. فده انا بحطه في ازازه غامقه، فعادي ممكن احطه في اضاءه الغرفه بتاعتي. فانت هتحطيه يوميا بالليل قبل ما تنامي، وطبعا عادي تصحي الصبحيه بتغسلي بشرتك بالغسول بتاعك عادي جدا. وبس كده، ده السيرم اللي احنا عملناه مع بعضينا. السيرم حلو جدا ومش مكلف، ما كلفناش، وكل حاجات بتشتريها من عند العطار، والفيتامين بتشتريه من الصيدلية، ومش مكلف ومش غالي خالص. بس نصيحة يا بنات، لو انت بشرتك دهنية، اللي هي الدهنية انت عارفة المشكلة الدهنية، وبتفرز حبوب كتيرة قوي، لو انت حطيتي عليها اي حاجة، ما انصحكيش بالسيرم ده للأسف، ما انصحكيش. عشان لو جربتيه وطلع لك حبوب زيادة، ما تكتبليش ان انت طلع لك من السيرم حبوب. انا نصحتك في الفيديو لو انت من بشرة دهنية الاوفر ما تحطهوش. اما لو انت بشرتك زي دهنية اللي هي خفيفة قوي، اللي هي ما بتطلعش فيها حبوب كتيرة قوي، اللي هي كل فين وفين حبوب، اللي هي اوقات البريود او الكلام ده، تمام، حطيه. وده هينفعك جدا لو انت بشرتك من الناس الجافة في فصل الشتاء، والبنات اللي عندهم شتاء مختلطة اللي هي بتبقى التي زون هنا مختلط، فده حلو جدا هيبقى ليكي، تمام. بس لو انت بشرتك دهنية اوفر، ما انصحكيش بالسيرم ده. بس كده يا رب اكون افدتكم في الفيديو، وانصحكم تجربوه وتقولوا تحت في الكومنتات. وعايزه اقول لكم ان الكومنتات تحت بختار منها الفيديو اللي جاي، فانت لو حابه اي فيديو اعمله او اي وصفه للبشره اعملها، اكتبي لي تحت في الكومنتات، والكومنت اللي هي
هو ده اللي هعمله في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش اللايك يا حبايبي وتشتركوا في القناه لو انت اول مره تشوفوني، تضغط على زر الجرس عشان اي فيديو انزله يجيلك على طول. يلا سلام عليكم.